ما دام كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسم فعل اللي هو اللي احنا بنقول عليه هيهات. اسم الفعل ده يا ترى اسم فعل ماضي؟ هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، واه بمعنى اتوجه، واف بمعنى ايه؟ اتضجر، وصه يعني بمعنى اسكت. ما دام كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسم فعل اللي هو اللي احنا بنقول عليه هيهات. اسم الفعل ده يا ترى اسم فعل ماضي؟ هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، واه بمعنى اتوجه، واف بمعنى ايه؟ اتضجر، وصه يعني بمعنى اسكت. ما دام كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسم فعل اللي هو اللي احنا بنقول عليه هيهات. اسم الفعل ده يا ترى اسم فعل ماضي؟ هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، واه بمعنى اتوجه، واف بمعنى ايه؟ اتضجر، وصه يعني بمعنى اسكت.